بونجور. ايه تفضل. سوري حابب اقدم سيفيتي، في احكي مع مدير المحل؟ هو يعطونك تفضل. بونجور كيفك؟ اهلا وسهلا. اوكي هي السيفيتي بقولك، شو شغل حضرتك؟ انا دارس هوسبيتاليتي، عندي اكسبيرينس بكذا مطعم مثل ما مبين. قد ايه بدك معك؟ بحدود ال 1200 دولار. بس انا بدي اقول لك شغله، لنشتغل شغله نحن سوا نحن وياك، خليك تبدي هلا بمعاش 500 دولار اول 3 شهور، وبعد 3 شهور اذا الله راد بنبلش يزيد لك شوي شوي، ما تعتلم. انا حبيت السي في وما بكون الا مبسوط معك. صار لي شي شهر ونص انا عم بشتغل، وانت مثل ما وعدتني قلت لي حنبلش نزيد شوي بالمعاش، معقول تتزبط هالشهر؟ ذكرني الشهر الجاي الله يرضى عليك. ذكرتني جيت لعندك هذاك الشهر وقلت لي اكيد الشهر الجاي بنرجع بنحكي بخصوص المعاش. مش شايف الازمه انت ومش شايف الوضع الازمه بالبلد؟ لا عم تنقي هيك خيي، ما في ولا خلص الله يرضى عليك، روح على شغلك، شرف تطلع على شغلك. جورج لا هيك ما عم جد ما بقى قادر، شهر واثنين والثالث كل شهر بيجي لعندك وابدا مش عم تقدر تساعدني بشيء. هي شو بدي اعمل لك؟ ما تقول لي هذا وضع البلد. وضع البلد انا فهمان عليك يا خي، مش قادر ازيد لك. خلص قلت لك خلص الله يرضى عليك، مش قادر وعدتك وما قدرت توفيق بالوعد لانه وضع البلد سيء. الله يخليك خي، اذا عجبك تشتغل، مش عجبك ما تشتغل، انا معك. اما بدي اقول نصيحه لكل الموظفين المطاعم اللي بتقدم سفرياتها، ما تقبل تشتغل بلا ما تكون عامل كونتراكت وما لما تكون متفق على المعاش، وما بقى تصدق هالاخبار بعد شهر وشهرين وفيك يزيدوا لك هذا كله كذب.